السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير، وأحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني على القناة دي أو على القناة التانية. كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. تخفيضات بندة الأسبوعية بسم الله وعلى بركة الله. عندنا هنا البرتقال أول حاجة الكيلو بخمسة ريال بسم الله، الكيوي بستاشر ريال أراه غالي، والكمثرى دي تشيلي بتسعة ريال، والعنب الأحمر ده، لا الرمان ده مالح دلوقتي محدش يجيبه، العنب الأحمر ده بتمانية ريال برضو أراه غالي. الله، أمال إيه الرخيص يا أم عبو؟ والمانجا باتناشر ريال، يعني المانجا هي ده أسعارها في أغلبية الأماكن يعني. تفاح، وفي عندهم رطب اهو بسم الله ما شاء الله ب 15 ريال الكرتون الصغير ده، والحبحب او البطيخ عندهم الكيلو اول حاجه عيد لهي كيلو بريال وربع. يجي حد يقول لي يا ام عبود بنده غاليه والبقاله ارخص منها، يا جماعه والله هي وجهات نظر وكل واحد وله ذوق. وزي ما قلت لكم بنده شركه بسم الله ما شاء الله منتشره في جميع انحاء المملكه العربيه السعوديه، فنشاط القناة يحتم عليا ان انا لازم اغطي تخفيضات بندة، معلش. ومع ذلك بنروح لها مليانة ناس، يعني ما رحناش مرة لانها فاضية، وربنا يرزق الجميع اللهم امين. الخوخ ده ب15 ريال اللي هو كعب الغزال، والليمون ب9 ريال ليمون تركي، والطماطم يمشي حالها صراحة يعني ب4 ريال 3.95 هلل. انا بقى ما بحبش اقول 95 هلل دي، هم بيقولوها عشان ما يخضوش الزبون، لكن انا بجيب لكم الزبده من الاخر 4 ريال، والخيار ب9 ريال. ليه؟ ليه الخيار عمل كده؟ ليه هو رمضان جه ولا ايه؟ الخيار غالي بصراحه. والجزر ده ب5 ريال، يعني حلو يمشي حاله برضه. الباميه غاليه خالص خالص. الباميه والفاصوليا ابدا سعرهم مش راضي ينزل، مش عارفه ايه السبب يعني، تقريبا كده الناس بتتوحم عليهم. وده ب5 ريال، فلفل هندي ده حلو على فكره. ودي طماطم، دي يا جماعه الطماطم اللي هي ابو شوكه او الاسباني، بس ما لقيت لها السعر، عارفه سعرها فين. عندهم هنا البتنجان ده حلو جدا على فكره، دول ب5 ريال، البتنجان ده بيتعمل محشي، روعه طعمه جميل على فكره، صغير كده. الفاصوليا عندهم زي ما قلت لكم غاليه ب14 ريال. والبتنجان ده بتاع المحشي الاسود الطويل ب6 ريال. واللي جنبه ده بس عشان ابيض بقى مش اسود باعوه ب80، نفس الطعم يعني، ده ابيض وده اسود. وده خروف تقريبا، لا يا ربي ده تمر هندي، تمر هندي يا ام عبو ما تلخبطيش، ده 10 ريال. فكره طعمه حلو جدا جدا جدا، من جوه كده تحس انه يعني مزز كده زي ما يكون فيه ليمون، بس طعمه حلو ومغذي فوائده عاليه جدا. ودي حاجات كده زي ما تقولوا يعني ايه، ده تين اهو بسم الله ما شاء الله، 22 ريال، لا لا غالي، لا غالي بصراحه يعني. وده التفاح بكام؟ بسم الله ب6 ريال. تعالي عرض، اللي جنبه ب9، وده ب8 قولوا ب9، وده ب8 7.95 يعني 8، وده ب9 تفاح تشيلي، عارفين. وده حبيبنا التفاح الاخضر عليه عرض ب8 ريال، حلو هو ده الصحي يا جماعه، هو ده التفاح الصحي بسم الله. وبنكمل بنشوف بسم الله. هنا بقى شوفوا المنطقه دي كلها كده هتلاقوها اغلبها بتاعت الهنود والبنجال، يعني هو ده اكلهم. انا عن نفسي الحاجات دي والله لا عمري جبتها ولا اعرف بيتعمل بها ايه، هي نوع من انواع الكوسه والحاجات دي بس مختلفه بقى، كبير وصغير ومدور وزي ما انتم شايفين كده. ودي بطاطا بس مش بتاعتنا، بطاطا نوع تاني. وده كركم، كركم اخضر اول مره اشوفه بصراحه، او كركم فريش. كسرت واحده لونه جميل من جوه ب26 ريال الكيلو كركم ما شاء الله. وده زي القرعه او الكوسه كده. وده التوم عارفين اهو عليه عرض 5 ريال الكيس، وده نوع من انواع القرع برضو. ودي البطاطا بتاعتنا احنا المصريه. وده البنجر ده حلو جدا على فكره، شوفوا يا جماعه الملح ده هو الصحي، ده ملح البحر كيس بريالين ونص، بصوا صحي ومفيد وافضل مليار مره من الملح بتاع العلب، هي نصيحه لوجه الله يعني، انا كتير بطبخ بيه يعني. والبصل ده ب3 ريال، الكيس ب3 ريال، بطاطس ما فيش عليها عرض.
وده ملفوف، نوع من انواع الملفوف كده بس صغير، وده خاص امريكي يعني. الحاجات دي بقى منتجات القصيم. يعني ايه؟ يعني مزروعه هنا في القصيم في المملكه العربيه السعوديه. زي ما انتم شايفين كده، في فلفل وفي طماطم وفي توم وفي خيار، بس شويه اسعارها طالعه في العلام. ليه بقى؟ مش عارفه يعني. هي المفروض يكون فيها تخفيض شويه عشان الناس حتى تجربها وتشتري. يعني التوم ده ب 15 ريال، او مش عارفه، ممكن تكون الحاجات دي يعني ما فيش فيها كيماوي، ما فيش فيها حاجات زي كده، مش عارفه والله. بس اكيد ان لها طعم مميز يعني. بس انا بصراحه شهاده حق ما جربتهاش، بس اكيد انها حلوه. دائما يا جماعه اي حاجه وطنيه مصنوعه هنا في المملكه بصراحه، او مزروعه، او يعني هي منتجه هنا في المملكه، هتلاقوها جميله خالص، وهتلاقوها بسم الله ما شاء الله كويسه خالص. هنا بندخل بقى على الحاجات المفيده، اللي هي الرز بقى والزيت والحاجات دي. ده الحليب ده عليه عرض، ده ب 45 ريال حليب بودره. هنا يعني مفيش حاجه عليها عرض قوي، بس ادينا بنشوف. البتاع ده اللي هو البانكيك، العلبتين من دول، ده خليط البانكيك ب 12 ريال ما شاء الله، وده الكاستر ب 11 ريال بسم الله ما شاء الله. التلاته حلو على فكره، ده حلو. والكريم كراميل التلاته ب7 ريال. النوعيه دي حلوه جدا جدا جدا، انا ما اجيبش الا هي بصراحه يعني. كراميل اللي هو كراميل مكتوب عليه كراميل، وده نوع تاني الاربعه ب13 ريال، وده جيلي الخمسه ب13 ريال. وده دقيق، نوع من انواع الدقيق البيتزا يعني، هو بالتلاته ب11 ريال. ما شاء الله، تلاته ب11 ريال. هو شبيه للدقيق اللي هو مكتوب عليه دقيق الكويت، بس ده مكتوب عليه دقيق البيتزا، يعني يمكن خصصا للبيتزا. عندهم السكر عليه عرض، العشرة كيلو بسم الله ما شاء الله ب23 ريال. حلو، في ناعم وفي خشن. سكر الاسره طبعا يا جماعه هو افضل سكر موجود هنا في المملكة، انا جربته يعني، سكر الاسرة نمبر 1. عندهم القشطة او شبيهة القشطة بمعنى اصح لاربعة ب10 ريال المراعي. نوع تاني برضو الاربعة زائد اتنين ب16 ريال، ليها قشطة باندا، ستة ب16 ريال. وده عسل الشفا ب35 ريال، 4.95 هلا تقريبا، في نص كيلو على عرض برضو. ودي زبدة الفول السوداني ب30 ريال. التلات علب ب30 ريال ما شاء الله، حلوة يعني. الواحدة واقفة ب10، كبيرة على فكرة مش صغيرة، كويس. ودي كريمة البندق والكاكاو باندا، بصوا هي يعني شبيهة النوتيلا تقريبا يعني، عليها عرض برضو اتنين ب16 ريال. ندخل بقى على الزيت والحاجات المفيدة يا ام عبود، بلا نوتيلا بلا كلام فارغ بسم الله. زيت شمس اللي هو، لا ده زيت صني. ده يا جماعة التلاتة ب36 ريال، حلو يعني مش بطال. هو الزيت غالي في كل مكان. وده زيت شمس شطارة اكتر، اللي هما اتنين مع بعض كده بسم الله ما شاء الله ب28 ريال. بنشوف تاني، وده زيت كانولا الاتنين ب35 ريال، الاتنين مع بعض عبوة يعني، اتنين كده ملزوقين في بعض. وده زيت حياة التلاتة ب36 ريال ما شاء الله، حلو حلو حلو. وده زيت نخيل الواحدة ب13 ريال. زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة، افضل الزيوت، هو الزيوت كلها فيها كوليسترول، انا ما اقدرش اقول لكم في زيت حلو وزيت وحش، لكن الاخفها ضررا هو زيت الذره وزيت عباد الشمس، وربنا يستر على الجميع. هنا زيت الزيتون عافيه عليه عرض الاثنين ب19 ريال ما شاء الله، عبوتين برضو كبار مش بسيطين يعني. وهنا زيت تاني، زيت زيتون، زيت بكر اللي هو باندا ب15 ريال. وده ازازه كبيره 25 ريال.
وده زيت تاني زيت زيتون بيك بيوتي الاتنين ب16 ريال. ما شاء الله. وده زيت جوز الهند والله ما نعرفوش ولا عمرنا عملنا بيه حاجه ب53 ريال. الحمد لله ان احنا مش عارفين 53 ريال ليه. ودي سمنه المراعي عليها عرض برضه. ندخل بقى على الرز البسمتي. رز ابو كياس بسمتي 59 قولوا 60 ريال 10 كيلو. حلو مش بطال على فكره، حلو خالص. منزلينه حوالي 10 ريال 64 ريال. ده رز ابو كياس، بس ده رز ابو كياس ايه؟ هو بيختلف يا جماعه. في رز ابو كياس بيشاور، في رز بيشاور وفي رز ابو كياس عادي. واحد منهم ب60 والتاني ب65، اللي هو البيشاور ب65، دوت ب37 ريال. رز سيلة ده 5 كيلو على فكرة. وده الشعلان، الشعلان ده رز حلو جدا 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 عن تجربة، 34 ريال برضو يعني مش بطال مش بطال. ده 5 كيلو على فكرة. الشعلان يا جماعة نوعية رز بسم الله ما شاء الله من افضل الرز اللي انا استخدمته هنا في المملكة الشعلان. وده باب الهند عليه عرض قولوا ب90، مش عارفه غالي كده ليه، 89 و95 هلل، ما جربتوش بصراحه. وده ب64 ريال رز مزه هندي ب64 ريال. وده الرز اللي هو الصنوايت 2 زائد 1 يعني 3 ب78 ريال. ما شاء الله 3 ب78 ريال. زي ما قلت لكم هم بيقولوا 77 و95 هلله، بس انا بجيب لكم الاخر يعني. هم دائما يا جماعه في المحلات بيكتبوا ال 95 دي عشان الواحد ما يتخضش يعني، عرفتوا انتوا. وده الزيت طبعا انا قلت لكم ان عليه عرض، وريته لكم العرض هناك عشان ما نضيعش الوقت. ربنا ياخدك ما عدناش نشوف. اندوم عليها عرض بس مش هقول لان انا مش مقتنعه بيها. وده مايونيز، مايونيز 1 زائد 1 ب18 ريال. في بقى نكهات، في حاجات بالكاتشب وفي حاجات بالثوم، يعني هو نكهات 3 نكهات. هنز، هنز ده ماركة مشهورة يعني شركة مشهورة. وده 2 زائد 1 صلصة البيتزا بيدار، نوعية حلوة على فكرة ب12 ريال، 3 ب12 ريال للناس اللي مش حابة تتعب نفسها يعني. والمكرونة دي عليها عرض 4 زائد 4 يعني 8 بسم الله ما شاء الله ب12 ريال يا بلاش. والمكرونة دي تريفيا، تريفيا دي شركة حلوة جدا ومنتجاتها كلها بسم الله ما شاء الله، الستة ب10 ريال. عروض المكرونة عندهم كلها حلوة صراحة يعني. اهي تريفيا، في كبير وفي صغير وفي مقلم، الاحجام اللي انتوا حابينها والاحجام اللي انتوا عاوزينها بسم الله ما شاء الله. ودي مكرونة اسمها ايطاليانو، التلات حبات منها ب10 ريال. دي من الاسبوع اللي فات عليها نفس العرض ما شاء الله. وطبعا حبيبتنا يعني والمشهورة خالص 3 زائد 2 يعني 5 ب14 ريال، اللي هي جودي، مشهورة شركة جودي معروفة. هنا معجون الطماطم التلات علب والعلبة فيها 6 بسم الله ما شاء الله بكم يا ام عبود؟ ب20 ريال. عرض حلو حلو خالص على فكرة، 3 والواحدة فيها 6. ودي معجون طماطم باندا 9 ريال، ده معجون طماطم يعني تبع باندا ب9 ريال. ودي طماطم مقشرة ومقطعة لأربع علب من دي من باندا ب10 ريال. حلوة فكرة يا جماعة، حلوة جدا في الطبخ، اللي ما جربهاش وما عندوش فكرة عنها فهي حلوة جدا في الطبخ بسم الله ما شاء الله. وده الكاتشب عليه عرض والكاتشب ده عليه عرض برضو، الواحدة ب8 ريال امريكانا. وده كاتشب بند عليه عرض ب8 ريال. ان شاء الله. ودي الشطه الحاره الثلاثه ب10 ريال.
شطه حاره مندوييز ولا مش عارفه اسمها ايه، بتمن بكم؟ ب10 ريال، 3 ب10 ريال. اه ما عرفتش ارجعها تاني، حطيتها هنا. خرب يا ماما خرب. فريشلي، شركه فريشلي برضو حلوه يا جماعه جدا، في المكرونه وفي الشطه وفي الكاتشب وفي التونه، ما شاء الله عن تجربه. هنا 1+1 ب18 ريال، مايونيز 18 ريال، الخل اللي عندهم بسم الله ما شاء الله على عرض على طول، التلاتة وخمسة ريال، عرض مية مية بصراحة. تلات حبات خل، تلات جوارير من اللي احنا شايفينهم دول بخمسة ريال، وفي بستة طبعا جودي، وفي باندا، ويختلف يعني. عندهم هنا ملح الخير، أول مرة أشوفه كده بصراحة، ده ملح لونه كده مش عارف يعني هو بيطبخ بيه ولا بيتعمل بيه ايه، على المهم بستة ريال. لا نجيب اللي احنا نعرفه، انا عن نفسي اجيب الملح اللي انا اعرفه، اول مره اشوف ملح لونه احمر. ما علينا. الطحين عندهم عليها عرض 1+1 ب12 ريال، يعني الواحده واقفه ب6 ريال. اه وطحينه بند عليها عرض برضه، العلبه دي ب10 ريال. وده الزيت اللي عليه العرض جوه بتاع النخيل، قلت لكم عليه قبل كده ب13 ريال الواحده الحبه. ندخل بقى على الحاجات التانية. عندهم ورق العنب الجاهز، اللي هو ورق جاهز على طول الواحد ياخده يسخنه، 36 ريال، علبة كبيرة يعني. وجودي ورق عنب جودي ده على فكرة من أفضل الأنواع الموجودة هنا في المملكة، 27 ريال، الاتنين ب27، حلو حلو حلو. في الأيام العادية بيكون الواحد بس ب24. وعندهم هنا الزيتون عليه عرض 3 ب12 ريال. وعندهم برضو المشروم او عش الغراب ده الاثنين ب11 ريال، والله عمري ما جبته بصراحه يعني، ولا جربته ولا اعرف. انا جبته مره فريش وعملته طعمه زي الكلاوي بالظبط. عندهم فول امريكانا كاليفورنيا ب10 ريال، ما شاء الله حلو. عندهم بازيلا الاربعه ب8 ريال، ما شاء الله حلوه برضو. المعلبات حلوه. عندهم بقى التونة عليها عروض حلوة جدا جدا جدا، 2 حبة ألوها ب12 ريال، وده 3 تونة ألوها برضو نوعية تانية ب10 ريال. عندهم عروض كتيرة جدا، 3 تونة لحم تونة خفيف اللي هو الباندا ب10 ريال، 2+2 يعني 4 من دي تريفيا، بسم الله ما شاء الله حلوة حلوة خالص يعني، ب10 ريال ونص، حلوة برضو خالص، لحم تونة خفيف في زيت. عندهم عروض كتيرة جدا على التونة يعني ما شاء الله، لحم خفيف في زيت دوار الشمس الأربعة برضو ب11 ريال، 10.95 هلل. عندهم عروض كتيرة جدا زي ما قلت لكم على التونة، بسم الله ما شاء الله. عندهم التونة أغلبها عليها عروض، وعروض التونة حلوة جدا جدا حلوه جدا زي ما احنا شايفين. هنا بنكمل لسه، عندهم بعض البقوليات عليها عرض يعني اغلبها 8 ريال 9 ريال. اه ده السميد بتاع البسبوسه من الاسبوع اللي فات وهو 6 ريال، ودي كانت تخفيضات باندا. ولو عجبتكم سووا لنا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.